بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في شابتر 7 Raft Foundation من كورس Foundations Engineering 1. النهاردة هنتكلم عن Part 2 اللي هي Types of Raft Foundation. إيه هي أنواع Raft Foundation؟ طبعا زي ما أنت شايف بعض أشكال Raft Foundation. هنا Raft Foundation Plate مفيهاش أي زيادات، في زيادات لما بتبقى موجودة من تحت بالشكل دوت فبنسميها. ليه بنعمل الزيادة في سمك الرافت هنا؟ عشان المشكلة ان الاحمال بتاعت الاعمدة بتبقى عالية فالبانشنج يبقى فيه مشكلة، فدي بتبقى فيها عندنا دروب في عند الاعمدة. هنا في نوع تاني ان الدروب بيبقى ماشي في الناحيتين فده بنسميه الوافل سلاب. اما لو كانت الزيادة عندي من فوق بالشكل ده فبنسميها رافت with pedestal. وهنا ده ساعات بنخلي البيزمنت وول بتاعتي تعتبر شغالة جزء من الرافت فبنسميها البيزمنت رافت فاونديشن. يعني لو عايزين نتكلم على انواع رافت فاونديشن عندنا الفلات بليت مات دي اللي هي من غير اي زيادة في سمك الرافت، وفي البليت تيكنت اندر كولومز، في الريجيد فريم مات، في البايل مات دي لما نحط الخوازيق تحت المات، وفي التو واي بيم اند سلابس، وفي البلات ويز البليت ويز بيدستال. فامتى او امتى نختار الانواع بتاعه الرافت فاونديشن؟ بنقول depending on support condition rafts are of three types. في ثلاث انواع. في عندي رافت اون سويل، يعني الرافت مباشرة على السويل، او الرافت on piles يعني الرافت موجود على البايل، او bouncy رافت او الرافت اللي هي بتعتبر طفوة ودي بتبقى عندها الابليفت بيبقى هو الاساس عندي من المية. ده بناء على supporting condition. اما بالنسبة بقى للstructure system بتاعها فالرافت foundation are three types برضك، ثلاث انواع بناء على الstructure system. يا اما البلين رافتس اللي احنا قلنا ما فيش اي زياده في سمك سمك الرافت نفسها، وفي رافت ويز بيمز، وفي سلابس اند اللي بيسموها رافت ويز بيمز اند سلابس يعني فيها سلابس وبيمز، وفي سيلولار رافت هافينج ريجيد ستراكشر ويز سلابس كولومز اند وولز. طيب يبقى في ثلاث انواع بناء على السبورت كونديشنز، وفي ثلاث انواع بناء على الاستراكشر سيستم. طيب رافت سلاب اللي هي السلاب العاديه اللي هي اوف يونيفورم ثيكنس از فيري بوبولار، هي دي المشهوره عندنا از سمبل ان ديزاين، يعني هنشوف دلوقتي التصميم بتاعها بسيط جدا، وكمان مش التصميم والانشاء الكونستراكشن بتاعها. وين كولوم بنستخدمها امتى ديت؟ وين كولوم لود از فيري هيفي سام تايمز بيدستالز ار انتروديوسد تو ترانسميت لود تو بيجر اريا. ده بنحط بس البيدستالز ديت عشان الاحمال بتاعت الاعمده العاليه، لكن طالما احمال الاعمده بتاعتي مش عاليه ما بنحطش البيدستالز بتاعتنا. This type of raft is selected when column spacing ايون، يبقى نبتدي نفكر فيها امتى بقى؟ When column spacing is uniform and fairly small and moderate loading are imposed in column. دي اول نوع اللي هي الرافت سلابس with uniform thickness. Raft with slabs and beam are chosen when ايون they have to support heavy building، يعني عندي مباني مالها تقيله جدا. This is usually required to reduce excessive distortion of supported superstructure due to expected variation in compressibility of soil underneath and variation of load in raft. يبقى دي بنستخدمها لما تبقى الاحمال عندي عاليه جدا فبنعمل اللي هي السلاب with beam. بنقول this type of raft has obviously many difficult، طبعا هيبقى صعب جدا في انشائها. If the beams provided are deep، لو انا ما جيت صمم البيم بتاعتي لقيتها عميقه جدا، the rip reduce problem with placement. If rips are projected above raft slabs the pavement becomes useless and whether an upper slab above inverted beam is provided to form a ground floor or the gaps between ribs are filled up. يعني ممكن نملى الفراغات اللي بين مين؟ اللي بين
الريبس وبعضيها. In this case the entire foundation has to be lowered. لازم انزله عشان طبعا عندي سمك البيم بتاعتي هتبقى كبيرة. فطبعا لازم انزل بمنسوب التأسيس. When ribs are placed below raft slabs, تبقى تحت raft slab, the construction of beam needs excavation and after casting the gap remain around beams have to be filled, which produce disturbance in soil mass and obviously impair bearing capacity of foundation soil. Waterproofing in this case become very complicated. الكلام ده امتى بيحصل المشكلة الكبيرة دي؟ لو انت فكرت ان انت تعمل البيم بتاعتي تحت الرافت، ففي الحالة دي لازم طبعا تملى الحاجات ديت وتقابلك المشكلة دي. النوع التالت اللي هو البونسي رافت، it also called بسبب يسمون compensated foundation with weight of soil replaced by pavement balances fall or large extent of superstructure loading. Cellular raft discussed above can be designed but considering the performance it produces significant uncertainties and construction difficulty is also worth monitoring. يعني برضك نفس المشكلة اللي احنا قلناها هنا هتقابلك في حالة البونسي مين رافت بتاعتنا او الرافت اللي هي بتاعت الطف. طيب بنقول بقى تاني رافت with uniform slab also offer. طبعا بتدينا بقى مميزات ايه اليونيفورم سلاب سيكنس. اولا بيتر ووتر بروفينج ايز اوف فابريكيشن اوف رينفورسمنت سهل جدا. يعني اول حاجة طبعا عزل المية بتاعها كويس. تاني حاجة التصنيع بتاع الحديد سهل جدا. ايز ان بليسنج كونكريت طبعا اصب بالخرسانه بسهوله جدا. ايز اوف ديزاين والتصميم سهل. دول التلات اربع اسباب او مميزات اليونيفورم سلاب سيجمنت. ذا يوجوال براكتس از تو سبورت راف سلولي اون سويل بات sometimes piles are in addition to raft have to be introduced to reduce settlement of foundation. Let's take an example of large building supporting on deep clay deposit and raft or mat foundation is found sufficient to ensure adequate safety factor in respect of failure due to ultimate bearing capacity, but not sufficient to limit excessive foundation settlement and piles are required to reduce settlement. يعني ايه الكلام ده؟ في بعض الحالات انا عندي تربه soft مثلا clay بعمق كبير جدا، فلو انت حطيت الرافت بتاعك عادية خالص، ادي الرافت بتاعتي وادي الاعمدة هنا مفيش مشكلة، انا اطمنت على البيرنج كاباستي بتاعت السوفت كلاي وخلاص مفيش مشكلة، لكن الهبوط هيبقى كبير جدا، فانا بقيت استخدم ايه بقى؟ بستخدم بايلز تحت الرافت هنا عشان تقلل لي مين؟ الهبوط. ده معنى الكلام اللي كان مكتوب هنا. But it's not wise to design piles on the basis of ultimate load considering the piles solely taking all load from superstructure. We have to calculate number of piles required to reduce excessive settlement for the particular type, diameter of piles and ambient soil conditions. يعني برضك نفس الكلام اللي احنا بنقوله، خلي بالك لما تيجي تصمم الجزء دوت او الرافت على البايل حاول ما تاخدش الالتيميت لود بتاعتك، وحاول تخلي ان في جزء من البايل بيشيل جزء من الاحمال اللي جايه مع الرافت بتاعت، يعني الاثنين شغالين مع بعض. طيب يبقى خلاصه الموضوع ان انت عندك انواع الرافت فاونديشن في تو واي بيم اند سلابس او اللي احنا ساعات بنسميها الوافل سلابس. شايفها ادي البيمز وادي الايه السلاب بتاعتي. في فلات بليت ويز بيدستلز، دي كلها عشان الانواع دي كلها عشان ايه؟ مشكله الاحمال العاليه او البانشنج. شايف البيدستلز موجوده من فوق، او السيلولار مين كونستراكشن زي ما انت شايفها اللي هي الانشاء الخلوي، او بيزمنت وول از ريجيد فريم زي ما انت شايف. استغل هنا الجزء اللي تحت دوت اللي هو من البدروم بتاعي. طيب يبقى اول نوع ادي الفليت بليت سلاب، وده اللي احنا هندرسه في الكورس بتاعنا اللي هو الفليت بليت رافت. لو احنا اتكلمنا على الثيكنس اندر كولوم ممكن دي تجي لك كيس طالما تحت بالشكل دوت اللي احنا قلنا عليها
البيدستال ده عشان الاحمال العاليه اهيت هنا بقت من فوق دي ادي البيدستالز هنا الوافل او ساعات بنسميها الايه تو واي بيمز اند سلابس ادي البيمز وادي السلابس ودي مش هنتعرض ليها في تصميمنا نفس الكلام برضك السلاب وذ بيزمنت وول از بارت اوف مات اهي شايف ده يعتبر الحيطه بتاعتك شغاله من البدروم وطبعا اعقدهم اللي هو البايل درافت برضك دي مش داخله في دراستنا بس لازم تبقى عارف ان في حاجه اسمها رافت اون بايل زي ما انت شايف او الشكل اللي انت شايفه ديت دي الرافت كلها ودي الخوازيق محطوطه عشان تقلل الهبوط بتاعنا شكرا.